حضر صاحب السمو الملك الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية العالمية وحرمه الأميرة أميرة الطويل التي تشغل منصب نائب الرئيس الاجتماع السنوي لمراكز الوليد بن طلال الجامعية. وقد أقيم الاجتماع السنوي في جامعة هارفارد بولاية بوسطن، وعلق الأمير الوليد خلال الحفل بقوله: هذا الحوار يقوي جسور التواصل بين الثقافات. وأضاف سموه بقوله: لابد من إدراك رسالة الربيع الواضحة أثر الزلزال الأمني الذي حدث في المنطقة وخصوصا في تونس وجمهورية مصر وليبيا، ولا يزال يحصل في سوريا. وتتلخص هذه الرسالة بأن التغير الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي ليس كافيا، بل يجب مشاركة الشعوب في عملية القرار وإتاحة الفرصة للشعوب لإيصال أصواتهم. وكان من أبرز النقاشات في الاجتماع الذي دام يومين الحالة الراهنة عن العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب، وعن أنجح السبل لتعزيز العلاقات بين الثقافات والتفاهم في عام 2012 وما بعد. إذن كان هذا أبرز ما كان في جولة السمو الأمير في بوسطن تحديدا، وهذه المناسبة.